بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.